دكاتره مصر. كرسي يلا مسعد. لا 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 مش واسع عليا كبير دكاتره مصر. مفيش حاجه توسع عليك يا غالي. ها تشرب ايه؟ اجيب لك معسله؟ لا ما انت عارف ان ماليش فيها يا حاج. ما هو لازم تشرب حاجه يا نجيب غدا. الشاي بسرعه على مسعد للدكتور. ها وناوي تحمل البضاعه امتى؟ والله يا حاج انا مش جاي عشان احمل البضاعه للاسف، انا جاي عشان مش عايز البضاعه. مش عايز البضاعه؟ شكرا يا دكتور. شكرا. وماله يا سيدي؟ مش عايز البضاعه ما تاخدهاش. روح يا شيخ الله يوسع عليك ويكرمك ويبارك فيك يا حاج. طيب بعد اذن حضرتك، يعني كان في 8000 جنيه عندك. وكمان كان في 8000 جنيه عندك ولا نسيت؟ لا 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 انسى ازاي يا حاج؟ فاكر طبعا والله، كنت اجيبهم معايا بس نقول ايه، قدر الله وما شاء فعل. ونعم بالله يا سيدي، بس والنبي والنبي ما تبقاش تتاخر علينا بالزياره، انت انست وشرفت. الله يبارك فيك يا حاج، ما تقولش كده، احنا اخوات ما اقدرش اتاخر عليك. طيب بالنسبة لل 8000 جنيه يا حاج، هم هنا ولا في البيت ولا ايه؟ 8000 جنيه بتوع ايه يا دكتور؟ بتوع يا حاج، فلوسي. فلوس ايه؟ ما انت لسه قايلها لا اله الا الله، قدر الله وما شاء فعل يا شيخ. بقى انت مدفعني 16000 جنيه في بضاعة ما انتش عايز تشيلها، وجاي كمان عايز 8000 جنيه، ده يرضي مين ده يا ناس؟ يرضي مين ده يا ناس؟ فلوسي يا جدع. فلوس ايه يا عم؟ اسمع بقى يا جدع، انت فلوسك اترجمت لبضاعة، يعني انت مالكش عندي غير بضاعة، ومش هتاخدها لما تدفع بقية الفلوس. وكده يبقى خلص الكلام بينا يا حل. لا اله الا الله، يعني ايه خلص الكلام يا حاج؟ دي فلوس يا جدع، البضاعه اللي كنت هاخدها منك خلاص ما بقالهاش باب رزق، اعمل ايه؟ اعمل اي حاجه، اقول لك ارميها في المالح، ولا يا اخي ولع فيها بجان، ولا اقول لك البسي. ما هو مالك وانت حر فيه؟ البسي؟ لو انت فاكر ان انا هسكت يا حاج، قسما بالله اجيب لك عليها وطيها. ما بلاش تقول كلام ما انتش قده، ده اتفاق وانت اللي بوظته. ويكون في علمك هما 8 ايام ما لهمش تاسع، لو ما جبتش الفلوس لا ليك عندي لا فلوس ولا بضاعه، وقدر الله ما شاء فعل. خير الاول. ايوه انا اتخضيت، داخلين عليا الدخله دي ليه؟ في ايه؟ خير حاجه يا اخي؟ انت رايح فين؟ رايح الشغل. في حاجه؟ اقعد بس. اقعد ايه؟ اقعد ايه؟ اقعد يا جدع انت. ايوه والله رايح الشغل. مبروك يا عريس. الله، في ايه يا احمد؟ في ايه يا محمد؟ خير؟ مفيش حاجه يا اخي، بس مفيش شغل. ايه اللي مفيش شغل ده؟ هل عندك مفهوميه بقى؟ خلاص هنشتغل مع بعض. ايه ده، انت اشتريت وزاره الكهرباء ولا ايه؟ ولا هرجع اشتغل معاكم طالب من اول وجديد؟ لا، انت تشتغل معانا تاجر، هتنزل معايا دلوقتي هنلف على التجار اللي بنورد لهم البيض والجبنه وكل حاجه، تعرف حساباتنا معاهم كام وبالمليم. وتجيب دفتر وتجيب دفتر وتروح فاتح صفحه في الدفتر ده، اول صفحه مبروك عليك، هتروح كاتب فيها عناوين كل التجار اللي هتروح لهم دول. ليه؟ لانك بعد كده هتروح لوحدك، محمد مش هيروح معاك. وهنعرفك احنا بنجيب بضاعتنا منين وبنوزعها ازاي. بعد كده انت ومحمد هتروح على اسيوط، تروح فاتح صفحه جديده في الدفتر نفسه برضه، وتروح كاتب فيها حساب كتاب السيزون اللي احنا بنوديه للطلبه هناك في جامعه اسيوط. هناك بقى هقول لك هتعمل ايه، لان انت بعد كده هتروح لوحدك برضه، انا مش هروح معاك. بعد كده هتروحوا على بورسعيد انت ومحمد، انا هكون هناك في بورسعيد هستناك، وتجيبوا كل الفلوس اللي انتوا لميتوها، نروح شاحنين البضاعه ومجمركينها وجايبينها على مصر. ايوه بس المشاوير اللي انتوا قلتوها دي كلها لا فيها شغل ولا فيها مديحه ولا فيها جواز. انت بتاخد كام في شغلانه كشاف النور ده؟ ما هو مفيش داعي بقى للاحراج ده. ما هو خلاص ما يهمكش، مفيش حاجه، اضرب اللي انت بتاخده في 10 وهتاخدهم اول ما الهدوم تخش مصر. بقول لك ايه، ما تحسش بنفسك قوي، ده احنا كل اللي عايزينه اي حاجه في الدنيا نثق فيها ونأتمنها على فلوسنا ومالنا. ها بس مديحه وشغلي. احنا شغلك. الله، ومديحه خلاص انا استأذنت لك منها كام يوم. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، اقول لك انت لازم بقى تعمل لنفسك قرشين كده، ها منظر كده، ده انت عندك اسكندريه ومياني وسيدي بشري والجواز والجمبري ايوه، ده انت دلوقتي تلاقيك عيني على الحديده بتسعى الله حق النشوق. ما تفكرنيش بقى يا محمد، ابوك مصني خلاني على العظم. نوينا كسوتك. ها قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى على البركه، نتكل على الله انا وانت دلوقتي، واحمد يلحق يروح يلم بقيه فلوس الكتاب، وبعد كده يطلع يلف على المحلات اللي احنا مش هنروح لها في حدائق القبه ومصر الجديده واللعب ده كله، وبعد كده نتقابل كلنا في بورسعيد. يلا بينا. طيب اروح اودع مديحه واجي لكم. لا 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 مديحه بعدين، بقول لك يا واد اسكندريه والجمبري والسيدي بشر يلا. انا حاطط كرتونه هنا يجي 3500 جنيه ويمكن اكتر كمان. انا بعد في الاخر بس. معلش المره دي انا عندي في الاول عشان انا محتاج الفلوس، بعد كده بقى نسبتك انت خدها ان شاء الله بعد كده. اقساط
انا مجمعهم خمسات جنيهات كل رزمه باستك. بس والنبي يا دكتور، عاوز اي حاجه دلوقتي امشي حالي بيها. يا حبيبي انا هشوفك ما تقلقش خالص خالص، بس معلش المره دي هاخد كل الفلوس. انا عايزك تجيب دفتر بقى وتكتب لي فيه الوارد وكل حاجه، ليه اي حاجه هتنقص عليك انت. عارف يا دكتور عارف، في ناس ما بتقدرش تدفع 6 جنيه كلهم في الاول، باخدهم على دفعتين. انت راجل حنين، اعمل لك ايه؟ انما انا بقى هاخد الفلوس كلها. معلش 8000 جنيه بالتمام والكمال يا حاج. تمام. ولا مسعد خد دخل فلوس دي جوه وجهز البضاعه بتاعت الدكتور. هو ده الشغل، تجيب فلوس تاخد بضاعه، ما تجيبش فلوس ما تاخدش بضاعه وتروح عليك الفلوس يا حلم. عسل الحاج. بس هو وانت الساده بقى يا حاج، يعني بعد كده هنجيب فلوس ومش هناخد بضاعه؟ لا ومش اي فلوس، دي فلوس كتير قوي كمان. لا 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 بقى كده انا مش فاهم حاجه، ما تفهموني يا بهوات بالراحه، يعني ايه تجيبوا فلوس وما تاخدوش بضاعه؟ انا هفهمك يا حاج، ده لان الفلوس اللي جايه انت لا هتشوفها ولا هتهوب ناحيتك. شايف الراجل اللي واقف هناك ده؟ ايوه شايفه. ماله ده راجل زي الفل. الراجل اللي هناك ده بعيد عنك يعني، اخرس لا بيسمع ولا بيتكلم، وبعيد عنك برضه ورث ورث كبير قوي عن ابوه الباشا، وبعيد عنك طلع جدع ادانا ال 8000 جنيه واتفقنا معاه بعيد عنك ان احنا هناخد كل فلوسه واملاكه عشان نشغلهم له، وبعيد عنك برضه اتفقنا ان احنا نشفط نص بضاعه بورسعيد وننزلها مصر، وهنبدرك يا مصر ببضاعه من بورسعيد. بس طبعا مش هناخدها منك يا حاج، هناخدها من الحاج قادر رشوان، الراجل الكامل من الكوامل اللي يعرفوا فعلا يعاملوا الناس ازاي. رشوان ده ايه؟ يعني انا ما بفهمش في الناس يا باشا. يا باشا اتفضل تعالى نورنا. بس بقول لك ما بيسمعش انت يا كراسي يا مصعد بسرعه. اهلا اتفضل اهدى بس يا دكتور شويه كده، اهدى والنبي كده وفهمني ايه اللي بيحصل. يا سيدي انا لا اهدى ولا هتكلم ولا عايز لا اله الا الله، انت رزقك معانا خلص افهم بقى. يا راجل تف من بقك، طب عليا الطلاق بالثلاثه، ما انت متعامل مع حد في بورسعيد غير. تصدق بقى يا حاج انك هتطلق لاني مش هتعامل معاك تاني. الله خلاص بقى يا دكتور ريح بقى واهدى كده، الراجل حلف بالطلاق مش عايزين نخرب عليه. شوف ايه اللي يريحك يا دكتور وانا اعمله لك، واذا كنت يا سيدي زعلان من اللي حصل ادي راسك ابوسها يا سيدي. لا 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 الله يبارك لك الله يبارك لك، لا راسي ولا ايدي، لا راسي ولا ايدي الله يخليك. حاضر، انا علشان خاطر محمد وعلشان خاطر الراجل الجميل ده انا هشتغل معاك تاني بس بشروطي. اشرط يا سيدي، ولو فتحت حاجك بكلمه وبديني بالجزمه اللي في رجلك. لا يا سيدي العفو العفو. طيب احنا هنبدا الشغل مع بعض بطلبيه صغيره كده بقد 100000 جنيه، هنجيب لك 50000 جنيه وناخد الطلبيه يوميا. يعني تاخده بضاعه ب 100 وتدفعه 50. الله انت مش قلت مش هتتكلم؟ تصدق انت كان عندك حق، الراجل ده مش مظبوط. يلا بينا يا جماعه. خلاص خلاص بس عضوا يا بهوات، كمل يا دكتور. انت كده هيبقى لك عندنا 50، هتفضل ال 50 دي معانا لحد ما نتصرف في البضاعه ونجيب لك 100 وناخد بضاعه ب 100. يبقى في 50 رايحين جايين بيننا وبينك كده طول ما احنا شغالين مع بعض. وانا موافق. يلا نقرا الفتح. لا قبل الفتح احنا لازم نقفل على الحساب القديم، ولازم نقفل الصفحه اللي فاتت. ما قفلناها يا دكتور، والواد بيجهز لك البضاعه جوه اهو كله تمام. لا مش كله تمام يا حاج، انت لازم تتغرم عشان اللي عملته معانا المره اللي فاتت ما يتكررش. واتغرم ليه؟ الله احنا قلنا ايه؟ خلاص اللي تشوفوه يا سيدي. هتتغرم 2000 جنيه يا حاج. 2000 جنيه مره واحده يا دكتور. اتكلم اتكلم اتكلم، انا قلت يلا بينا. خلاص خلاص والنبي تقعدوا. يا دي يا مسعد هات 2000 جنيه من عندك. 2000 جنيه دي فلوس.